arrière-plan. Arrière-plan. طبعا ما زلنا في ردود الافعال حول ايقاف رشد الغنوشي بالنسبه واحنا نتابعوا في هذا وتاكدوا. والمره هذه خرج الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني السيد حسام الجبابلي وحكى عن حيثيات هذا الايقاف وحيثيات اقتحام مقر حركه النهضه وتعهد النيابه العموميه بتفتيش هذا المقر ومتابعه الملابسات وغيرها. يعني المره هذه خرج الناطق الرسمي بالنسبه للحرس وصرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الخارج جاءت بعض ردود الأفعال الحاتم. حركة الإخوان المسلمين طبعا عبرت عن تضامنها وتعاطفها مع رشد الغنوشي وندت بهذا الإيقاف. وزارة الخارجية بالرغم أن رشد الغنوشي قال أن احنا محن حتى علاقة بالإخوان المسلمين ومعنا حتى تقاطع معها ولا التقاء حركة تونسية مدنية. فحركة الإخوان أصدرت البيانات ودعات ما سمته عقلاء الأمة في باقي تحكي الأمة هي لأن تمن بالخلافة تمنش بالوطن عن الغنوش. الخارجية البريطانية إيقاف الغنوش اعتبرته معناها تقويض لمساحة التعددية. هذا بحسب تغريدة جات للورد أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط. هذا يغرد علينا على روحه علينا احنا اللافت ولدهم الغنوش. اللافت كذلك هو أردوغان تكلم البارح في القناة التركية تي ار تي وقال حاولت نتصل بالدولة التونسية وبرئيس التونسي قالوا ما تمكنتش لحد الآن لكن سأقوم بكل مساعية ريزو في تركيا مضروب مازال من الزلزال لا يشوف كابل الوضع. اللي يطرح سؤال هنا حاتم أردوغان تقريبا آخر واحد ممكن يتقلق. أبقالي غادي أردوغان كان نشوف ش عنده مساجين سياسيين وراي وصحافيين في نهار أكثر من 30,000 راهو رقم دخل الجينيس بوك يعني دخل الجينيس بوك تجاوز 500,000 ورانا مش معناها رانا والكلام هذا لا لا وعلى وقاية صحيح الكلام هذا زاد مش راضين احنا بوضعية الحريات في تونس لا لا اما راهو مشكلتنا احنا يا أردوغان يا عزيز يا غالي أردوغان رانا مشكلتنا في بعضنا خلينا في بعضنا هو معنا على خطر الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية يدخل في دائرة تقليدها هذا القلق والتعبير عن الاحترازات يدخل داخل دائرة ما تستغربوش لا مثلا كنت تكلم ألمانيا فرنسا غيرها يدخل في دائرة تقاليدها هذا موجود ولكن أردوغان الحقيقة مفاجأة مفاجأة جدا مازال كان كيم جونغ إيل حفيد كيم سونغ إيل في كوريا ما حكاش عن الموضوع ولكن اللافت كذلك ما شفناش ردود فعل كبيرة ولا معناها احترازية كبيرة من الدول الأوروبية من الولايات المتحدة الأمريكية لكن المواقف الصارمة تجاه ما حدث في هذا الموضوع نعتقد أنه بداية نهاية أنا في تقديري مسألة الإسلام السياسي في تونس بداية نهاية أي بداية نهاية لا ما انتهاش كلية طالما أنه ما انتهاش على أرض الواقع أنا هذا طبعا تقديري لكن هو البداية النهاية الفعلية للإسلام السياسي في حكم البلاد. دخلنا هذه المرحلة الجديدة ماذا بقي من حركة النهضة لأنه احنا وقت اللي تم إيقاف رشد الغنوشي تقريبا معظم القيادات التاريخية الوازنة مع رشد الغنوشي اختفت تدريجيا عندها مدة من مرافقة رشد الغنوشي في بعض الأحيان يظهر في تصرفاته كأنه يطمح إلى خلافة. أن يكون الخلافة خليفة مش يطمح. هو يطمح ذاك هو النزوع التركي القديم هو لا وتمكن من ذلك فترات معينة يعني فترات معينة صارت تركيا بالفعل قوة إقليمية عبر الجماعات الإخوانية لعبت دور كبير في تدمير سوريا وفي باله الخلافة العثمانية وفات لهنا معناها هو مازال يطمح في باله وفات ولا ولن ولم ومعاش ترجع وشفنا ربما رد فعل على أكل اللي عاشاه مجلس نواب الشعب وقت الغنوشي رئيس ليه ومشات المذكرة متاع الإدانة من قبل النواب للحضور التركي في ليبيا وغيرها وما تمكن كنش النواب من تمريرها نظرا لحركة النهضة وقفت ضدها. ربما الآن رد فعله وتعاطفه ما هوش غريب خاصة قال صديقي رشد الغنوش صديق وشكون صديق أردوغان أردوغان قال صديقي وتعرف أنه الدور تركيا في الجانب الاقتصادي في تونس تيلة العشرية الماضية واضحة جدا.